السلام عليكم، معكم ممثلة أسماء بن زكور ضمن لجنة التحكيم مهرجان ميس أطلس 2020. فتبارك الله، يعني شفنا 12 مشاركة اللي ما شاء الله عليهم كلهم جميلات زوينات، فاش ما جيتيهم كيكونوا تبارك الله عليهم ناضيات. مي هذا هو قانون المسابقه، قانون اللعبه هو ان يحصلوا على ثلاثه ديال الفائزات. كاينه ميس اللي غادي يديها ميس اطلس 2020، كاينه الوصفه الاولى والوصفه الثانيه. فتبارك الله عليهم كلهم بالنسبه لي انا نجحت، فكنتمنى لهم ان شاء الله مسيره موفقه، وكنتمنى المهرجان ان شاء الله مزيد من النجاح والتالق في دورات مقبله باذن الله.